شيري، انت كنت طفله مدلله وانت صغيره، يعني بيقولوا ان شريهان ولدت وفي فمها زي ما بيقولوا معلقه ذهب، ده حقيقي؟ للاسف. للاسف. يعني انت مش مبسوطه كده؟ لا شوفي، انا فعلا انا اتولدت اكتر من مدلله. يعني ايه؟ مامتي ما علمتنيش ازاي اعتمد على نفسي. يعني وصلت لمرحله انه مش عارفه اقول لك ازاي، بس يعني بدايه انا كنت والدي معيشني عيشه الحمد لله كانت اكتر من، يعني ما كنتش واقفه تقريبا على الارض، كنت مدلله زياده عن اللزوم، دلعه زياده عن اللزوم. اي طلب بيطلب، وده مش دايما بيبقى مش صح، بيبقى دايما صح. ما حسيتش بقى بللاسف اللي انا كنت بقولها لك دي، غير بعد لما توفى والدي. ما حسيتش لان والدتي كانت موجوده. لما توفت والدتي مش عارفه حاجه، مش عارفه احط بنزين في العربيه، مش عارفه اديهم يجيبوا بن، يعني ما اعرفش يعني ايه بيت، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه، ما كنتش اعرف يعني ايه اعمل، اتعاقد، اتفق، امسك مسؤوليه بيت، ما عنديش فكره عن حاجه. فكنت تقريبا بتحسب عمري اللي هو انا مسؤوله عن نفسي من وفاه والدتي. فمش دايما الدلع بيبقى صح. بس فعلا انا، انت كنت الابنه رقم كام؟ انا كنت الابنه رقم 4. يعني واخر العنقود. اخر العنقود، يعني الدلال كان بغزاره زياده وعارفه. ومامتي جابتني في سن كانت يعني مش صغيره، فكانت كنت بالنسبه لها طايره. بيجي ما فيش شيء اتحرمتي منه وانت طفله؟ لا، ما اتحرمتيش من حاجه ابدا خالص. خالص نهائي، ما فيش حاجة كان نفسي فيها الحمد لله. ما للأسف بكسف أقول كلام ده، بس أنا مفروض أكون صريحة يعني طبعاً جدا. وأنا بصراحة أي حاجة هتقوليها هرد بصراحة.